طب دلوقتي الطفل ده تم تشخيصه ان هو عنده خصيه معلقه، ايه هي طرق العلاج اللي المفروض يتبعها؟ في الطفل 3 4 سنين ده لو لسه عنده خصيه معلقه بنفضل اول نديله فرصه بالعلاج، لو الخصيه نزلت مكانها استفدنا، ما استفدناش العلاج ده هيفيدنا احنا في التدخل الجراحي، ان حجم الخصيه بقى اكبر، الشريان بتاعها بقى اطول فتنزيلها يبقى اسهل. بندي كريم يكبر حجم الكيس فيبقى عندي مساحه ان الخصيه تنزل تلاقي مكان تنزل فيه. يبقى اذا فرصه ان انا ادي الطفل علاج الاول واشوف الخصيه تنزل ولا لا دي لازم ما نفوتهاش. فدي نقطه برضو بنقولها للسادة زملائنا جراحي الاطفال، ان هم دايما الطفل عنده خصيه معلقه بيخش على التدخل الجراحي على طول، احنا بنقترح بس ان احنا ندي فرصه الاول بالعلاج شهر او شهرين ونشوف النتيجه. وارد جدا لو الخصيه نزلت وما نحتاجش تدخل جراحي، لكن حتى لو ما نزلتش هنكون استفدنا بتكبير حجم الخصيه وسهوله العمليه بقت اسهل وحجم الكيس بقى اكبر فنقدر نحط الخصيه فيه وتثبت في مكانها.